السلام عليكم مرة ثانية. محاضرتنا اليوم محاضرة الأجهزة الطبية المرحلة الثانية، المحاضرة 11. محاضرتنا عن جهاز أو طريقة الديستليشن. المحاضرة اليوم تحكي عن جهاز، بصراحة مو جهاز طبي، جهاز مختبري كيميائي بالدرجة الأكبر. الجهاز اليوم هو جهاز تقطير المياه او الووتر ديستليشن او الديستليشن بصورة عامة لتقطير. إذا نجي على بداية المحاضرة، الووتر ديستليشن او الديستليشن، صراحة المحاضرة يعني ما كنت تفضل انه تكون موجودة ضمن المنهج، بس حاليا هي موجودة ولازم ننطيها. الووتر ديستليشن او الديستليشن هي عملية فصل تتضمن تسخين سوائل والى اخره. خلينا نحكي على عملية التقطير بصورة عامة. منو شايف او منو يعرف عملية التقطير؟ منو شايف قدام عين عملية التقطير؟ منو يعرف وين استخداماتها؟ اي احد سوى ريز هاند؟ اي زينب. نعم دكتور، اي زينب، وين شايف عملية التقطير؟ او وين دكتور استخدامات عملية التقطير؟ في تنقية البترول ومشتقاته والماء المالح وصناعة شكرا، المواد الكيميائية مثل الأدوية. عشتيدش عشتيدش زينب، شكرا جزيلا. من لش هاي المعلومة زينب؟ بلس وان اعطيتك دكتور زينب، من الجوجل، قبل شوي نزلت PDF. عشتيدش زينب، اشكرك. يعني عفوا. عمليات التقطير عمليات كلش مهمة بحياتنا وباستخداماتنا، وخصوصا الاستخدامات الهندسية بكل المجالات. بس أحد شايف عملية تقطير قدام عينه؟ آلاء، آلاء خضير طارش، آلاء لا زينب، اوكي احنا اخذنا من عندك معلومات حلوه، بس خلينا نشوف آلاء خضير طارش. اذا ما جاوبت على السؤال واذا ما تسمعني فراح اضطر اطلعها من المحاضره. آلاء، آلاء تسمعيني اخر مره قبل لا اطلعك من المحاضره؟ آلاء ما موجوده. إبراهيم ميثم، إبراهيم، وين شايف عمليات التقطير بالبيت قدام عيننا؟ البيت يعني أي بالبيت شايف عمليات التقطير صايرة قدام عينك؟ والله دكتور ما ادري، ما يعني ما انتبه. أوكي إبراهيم، شكرا. أم البنين، نعم دكتور، ايه ام البنين، شايفه عمليه تقطير صايره قدام عينك؟ العمليه، البروسيس يعني، مو جهاز التقطير، لا العمليه نفسها. يعني بس بالطبخ يجوز تصير. شكرا شكرا ام البنين، صحيح بالطبخ، باي شيء نسخنه، اي شيء بي مي، اي شيء بي نحطه على نار نسخنه، راح يحمل مي، راح يتبخر، راح يتكثف على قبغ الجذر او قبغ القوري. ظاهر ابراهيم يمكن ما مخدر شاي بحياتك. لا والله دكتور ابراهيم ما ميثم، منتبه، يعني ما منتبه. ابراهيم ميثم يعني ما منتبه انه قبغ القوري مثلا او قبغ الجذر دائما يصير عليه مي؟ لا لا ذكرتها يعني. هي هاي تقطير، هي هاي عملية تقطير. احنا دن المي متجانس ويا المكونات مال الطبخة مثلا، ودا نسخنه، دا نخلي المي يتبخر ويتكثف على الطبقة الباردة من قبغ الجدار، وده يرجع إلى مي نقي أنقى من ما هو موجود حاليا بداخل الجدار. هذا عملية التقطير الموجودة ببيوتنا. أما عملية التقطير استخداماتها الاندستريال الصناعية، الصراحة لها استخدامات واسعة جدا بحياتنا. أهم استخدام لها ذكرتها زينب الحوراء، ذكرت أنه تنقية البترول
البترول يعني النفط الخام الأسود هذا اللي نطلعه احنا من قاعنا، ينقوه ويصفوه ويفلتروه، عفوا ينقوه عفوا بالتقطير اللي هي المصافي، يقول لك مصفى بيجي مصفى الدورة إلى آخره. مصفى البيجي ومصفى الدورة بهن أبراج تقطير، أبراج تقطير يسخنون النفط ويتقطر إلى عدة مكونات بعملية تسمى التقطير الجزئي أو الفراكشنال. والعملية الثانية اللي طبعا هي يستخدم بالمواد الكيميائية بالتحاليل الكيميائية بفصل السوائل الكيميائية، بس أكو عملية ثانية مهمة ويعني مستخدمة بأكثر دول العالم، ويمكن هي توازي صناعة النفط. من يعرفها؟ عملية تقطير مهمة جدا بالصناعة وتوازي ممكن الصناعة النفطية. أي حسين؟ حسين؟ حسين فيصل رفعت إيدك. لا دكتور برنامج أي شنو العمليات التقطير الثانية اللي لها استخدامات اندستريال كلش عالية ما عدا النفط؟ منو بعد رفع ايده؟ باقر محمود؟ تحلية المياه دكتور. تحلية المياه، شكرا زهراء. تحلية المياه، تحلية المياه المالحة خصوصا اللي مال البحار، التقطير بها مهم بس غير كفؤ. التقطير بها جدا مهم لتنقية المياه المالحة بس غير كفؤ، فلهذا استبدلوها بعملية الار او اللي هي احنا اغلبنا سامعين مي ار او او مي ار او على قولتهم. المي الار او عملية تنقية ثانية تختلف عن التنقية او الفصل بالتقطير. اكو عملية يعني ثانية اهم طبعا من المياه، مو اهم، اهم صناعيا واكثر استخداما بالصناعة. احد يعرف؟ اي زيد. دكتور على مود نفصل المواد، مو كل مادة مثلا، صح كل سائل بدرجة غليان تختلف صحيح عن الأخرى، مثلا المي 100 غير سائل 100 مثلا، غير درجة حرارة لفصل المواد. شكرا شكرا زيد. الصراحة الصناعة الثانية اللي تستهلك التقطير بقدر ما النفط يستهلك التقطير هي صناعة الكحول. صناعة الكحول، الكحول عالميا المصانع الكحول إذا كانت سواء طبية أو مصانع كحول للاستهلاك البشري، الكحول عالميا يعني يصنع بالتقطير، يصنع بالتقطير لأنه الميثانول أو غيرها من المواد الكحولية المخبوطة مع المياه تقطر لنحصل على تركيز أعلى. فثاني أهم صناعة وثاني أغلى صناعة وثاني أكثر صناعة بها موارد وفلوس هي صناعة الكحول ما بعد النفط. المي نعم، تقطير المياه مهم لكن حاليا الأغلبية استغنت عن تقطير المياه المالحة واستعاضت عنها بالآر أو. فإذا نجي نشوف فد صورة مال عملية تقطير أو جهاز تقطير مختبري، عندنا هنا هذا الفلاسك بداخله محلول مثلا مي وملح، خلينا نقول احنا نريد نقطر مي وملح. هنا عندنا فليم لهب يعطينا حرارة، هنا عندنا ثرموميتر شوية نلونهن، هذا ثرموميتر هذا الثيرمو يقيس الحرارة، هنا هذا الفلاسك بداخل السوليوشن اللي احنا نريد نفصله، هنا عندنا فليم اللهب او النار او الى اخره او اي مصدر حرارة ثاني. هنا راح يبدي عندنا هنا الريسيفر فلاسك او الكولكشن، هنا يصير تجميع، وهنا عندنا التكثيف الكوندنسنج.
التكثيف هنا يصير. بداية العملية احنا عندنا درجة غليان المي ايش قد؟ هسه هذا عندنا مي H2O وانا ACL ملح، ايش قد درجة غليان المي؟ 100 درجة. 100 100 سيليزي. ايش قد درجة غليان الملح؟ الملح حاليا مذاب بداخل المذيب، مذاب في داخل المي، احنا نريد نفصلهم، نريد ننقي المي، نريد نحصل على مي نقي. ايش قد درجة غليان ال NaCl تتوقعون؟ أكثر من 100؟ أكيد أكثر من مي. اعطيني فد رقم تقريبي، يعني أعتقد الأغلبية ما راح، حتى أنا ما أعرفه بالضبط، بس رقم تقريبي تعرفه؟ 800 1400 تقريبا. 1400 سيليزي. يلا يبدي الملح يغلي، الملح بحالة صلبة مثل ما المي من يكون بحالة صلبة يكون ثلج. تخيل نفس المادتين يعني ملح ومي، الملح يكون صلب بدرجة صفر مئوية أو أربعة مئوية، ويكون يتحول إلى بخار بدرجة 100 وإلى آخره. الـ NaCl كذلك يكون صلب بدرجة الحرارة العادية ويتحول إلى سائل أو عفوا يغلي بدرجة 1400. فهنا إحنا دنطي حرارة، حرارة اللهب إيش قد تتوقعوها؟ أحد يعرف حرارة اللهب؟ برقم نطي مثلا 400 سيليزي. 400 سيليزي. هذا المحلول إيش قد حتكون درجة حرارته؟ هنا عندنا هذا الثرموميتر ده يقيس درجة حرارته، ايش قد راح تكون درجة حرارة المحلول؟ أقل من 400، ايش قد؟ يعني تقريبا نصف 200. طيب بحالة ال 200 ايش حيكون بالمي؟ ايش صاير بي؟ متبخر. زين احنا المي بعده ما متبخر عندنا. ما أقل من 100 أو 100 يعني غليان. درجة غليان بالضبط. هسه أنتم من تحمون المي بالقوري، النار أعلى من 100، بس إيش قد درجة حرارة المي بداخل القوري؟ 100، منتهين من عندها. أي حرارة ننطيها، أي طاقة إضافية دا ننطيها للمي دا تساعد على التبخر، ما دا تساعد على أنه حرارته تصعد، لأن حرارته بمجرد أن تصعد فوق 100 هو دا يتبخر ودا يبقى المي الباقي بدرجة حرارته 100. نعطيه طاقة بعد أكثر ما يصعد درجة حرارته وإنما يتبخر، فالحرارة هنا تظل ثابتة 100 سيليزي. لو فرضنا عندنا هنا هذا جراف يساوي لنا، ما يعني عفوا جراف ما بين الحرارة والزمن، الحرارة والزمن، فأول ما راح نشغل الفليم حتكون درجة حرارة المحلول أو الثرموميتر ده يقراها، حتكون درجة حرارة الغرفة اللي هي 23، وبعدها تبدأ تصعد. هنا هاي 23، هنا هاي 100، هذا مع الزمن، هنا الزمن صفر، هنا 1 2 3 إلى آخره. كل ما يتقدم الزمن بوجود مصدر الحرارة راح تصعد درجة حرارة المحلول، راح تصعد إلى أن توصل للمية، نقطة الغليان. هنا اللي حيصير عندنا درجة الحرارة راح تثبت على المية. ليش؟ لأنه ما راح نقدر نصعد أعلى من المية ما دام موجود أكو مي. اللي يعرفون يعني خاصة بالشتاء، الكتلة اللي حاطة على الصوبة وبي مي أو بي شاي، أو حاط كتلة مي وفوقها كتلة شاي، يصير تحطها على ال على الزولية ولا لا؟ لا ما يصير. كتلة بي مي، من يعرف البنات؟ حسب درجة حرارته. زين هو بي مي، يعني ايش قد درجة حرارته؟ 100، يعني 100. إذا المي يعني واصل درجة الغليان يعني 100. 100. نخليه على الزولية ولا لا؟ بصراحة نخليه. يعني اللي يعرفون وامهاتنا شايفيهم ينزل قور المي من الصوبة ينزل على الزولية وما عليها شيء، لان درجة حرارة تقريبا 100 ما تتأثر، خاصة اذا كانت زولية صوف مو نايلون، النايلون تتأثر بسرعة. بس اذا الكتلة فارغ مستحيل تخليه على الزولية،
لان ما دام الكتله فارغ اذا حرارته صعدت اعلى من 100، حرارته صعدت اعلى من 100، فبمجرد ان تخليه على الزوليه راح يطبع. فاحنا هنا ما دام عندنا المي موجود درجه الحراره راح تبقى 100. عفوا اكو طالبه حكت بس ما فهمت الصوت. هذه شويه المية مو واضحه. هذه 100 سيليزي. نعم. راح تبقى درجه الغليان 100، هنا راح يبدي يتبخر المي. راح يبدي يتبخر، يصعد على شكل بخار. هنا هاي مغلقه فقط محرار، دي يقيس لنا حاليا الحراره 100. راح يمر البخار بهذا المكان. هنا هاي الكوندنسنج تيوب اللي راح يتكثف بها، حاليا هو بخار. شو نسوي؟ من عندنا بخار ونريد نكثفه، وين نخليه يتكثف؟ عادة البخار وين يتكثف؟ مكان بارد. بالاماكن الباردة. فاللي نسويه انه نضخ له مي، هذا انبوب مجوف. هذا هنا اولا الانبوب البخار مو يعني يدخل به البخار، بس انبوب البخار صاير بوسط انبوب ثاني. يدخل به مي بارد. مي البارد يدخل هنا على شكل انبوب حلزوني ويرد يخرج ويرد يتداور. هذا المي البارد راح يبرد لنا هاي الانبوبه، راح تخلينا المي اللي هو كان بخار النقي حاليا فقط بخار يبدي يتكثف، يبدي ينزل هنا على شكل قطرات ويتجمع بهاي النقطه، يبدي يتجمع هنا. لما راح يخلص المي ويتبخر كل المي، ايش راح يبقى عندنا بالفلاسك؟ الأملاح. الأملاح راح تبقى الأملاح مترسبة لي جوا. من الأملاح ايش قد درجة غليانها؟ 1400. معناتها ايش راح يصير عندنا هنا؟ راح تبدي تصعد درجة حرارة هذا الفلاسك، راح تبدي تصعد افتراضا الى ان توصل 1400 سيليزي. من توصل 1400 سيليزي يبدي الملح يتبخر ونحصل على حراره ثابته، لان الملح ده يتبخر حاليا ما نقدر نصعد فوقها. الى ان يتبخر كل الملح راح نشوف شنو بعدها، لنفرض الزجاج يبدي يصعد حراره الزجاج وهكذا. المهم افتهمتوا الفكره. بس الصراحه احنا يعني احنا كنا بدنا نحكي افتراضيا، عمليا هذا الشيء مستحيل، لانه الزجاج راح ينصهر قبل ان ينصهر الملح وراح يتكسر الزجاج، فما راح نحصل على هاي الاوبريشن بالملح. راح نوصل بس هنا مجرد ان نراقب صعود درجه حراره الفلاسك نوقف العمليه، معناتها كل المي يتبخر. بمجرد ان تصعد الحراره 102 103 نعرف انه المي يتبخر، لان المي ما راح تصعد حرارته اكثر من ال 102 103، فنوقف العمليه. والنوبات اصلا يوقفوها قبل لا يتبخر كل المي حتى لا الملح يلتصق بالزجاج. هاي العمليه كلها يسموها السمبل ديستليشن، التقطير البسيط. عمليه التقطير البسيط هاي عمليه معروفه من مئات السنوات، يعني العلماء القدماء كلهم واصلا حتى بالصحارى اللي ما يعرفون علم يعرفون عمليه التقطير البسيط. يخلون مي مالح او مي مو نقي جو الشمس شويه ويحطون فد شيء بارد فوقه يتبخر عليه ويجمعون مي نقي. فهاي العمليه القديمه. العمليه القديمه فعاله لما تكون عندنا المواد المخلوطه مثل ال H2O بغليان 100 وال NaCl بغليان 1400. الفرق كلش كبير، الفرق كلش كبير ما بين نقطة غليان المي ونقطة غليان الملح. فلهذا احنا دا نقدر نبخر كل المي ونحصل كل المي بدون ما نحصل قطرة ملح. بس شو يصير من عندنا
الكيبل اللي يفصل. شو يصير من عندنا مواد إيث ميث بروب؟ إيثان وميثان وبروبان، تذكروهن؟ من يتذكر الإيث والميث والبروب بالكيمياء مال الخامس أو السادس؟ أحد يذكرهن؟ نعم أستاذ، بالكيمياء مال الخامس. ها، دني مواد تقريبا نقطة غليانهن متقاربة. فمثلا افتراضا أنا ما راح ما أذكر الأرقام بالضبط، الإيث 65، الميث مثلا 72، البروب 80. نقاط الغليان متقاربة، يعني فقط عندنا 7 درجات فرق ما بين نقطة الغليان هذه ونقطة الغليان، وثمان درجات ما بين نقطة هذه ونقطة هذه. والمواد ذني ثلاثة موجودات هنا، إيث وميث وبروب، ثلاثة موجودات، شلون راح نفصلهن بهالحالة هاي؟ عدا هذا خلنا نتذكر انه المي صحيح يتبخر درجة غليانة 100، المي درجة غليانة 100، بس هل نقدر نبخر المي بدرجة حرارة أقل؟ هل المي يتبخر بدرجة حرارة أقل؟ يمكن الفترة تكون أطول؟ دقيقة خلي نرجع على الفيديو وحتى نشوف من اللي يناقشنا. أي عفوا، من اللي كان يقول؟ نعم دكتور، ما يتبخر لأن هو 100 يتبخر. ما يتبخر 100. طيب من عنده رأي ثاني؟ يتبخر ده بالبحيرات مثلا أو شيء. شكرا حسين. بالبحيرات بعد. المي يتبخر بدرجة حرارة أقل، ما له علاقة. هو السلام عليكم أستاذ، خصتك بس أكو طلاب جاي يدخلون للميت بس ما جاي يعني ينضمون، يطلع لهم هناك خطأ. المشكلة يمهم، راح يحاولون هسه وأرجع لك أرد لك خبر عن مدى، إذا صارت مشكلة أبلغك بها. المشكلة يمهم، الهوست كنترول مفتوح والدخول يقدرون يدخلون، المشكلة يمهم بالنت. نرجع، المي يتبخر بدرجة حرارة أقل بس يغلي بدرجة حرارة 100، أكو فرق. فإحنا لو عدنا، خلينا نجي هنا شوية نسولف بالصبورة. بالبحيرات والأنهار شلون العاد يتبخر المي عدنا؟ المي المطر اللي داير ما داير بيتكم من تغرق الدنيا والشوارع تنسد بالمي، المي هذا اللي يبقى بالساحات وهاي شلون يروح؟ احنا ما نوصل درجة حرارة 100 حتى دي يغلي، لا هو المي دي يتبخر. احنا لو فرضنا انه عندنا بحيرة بيها مياه، وهنا عندنا الشمس، هاي الرسومات مال الاطفال اللي كنا نرسمها، ويعتمد على وقت التعرض للشمس يعني. وأكيد وقت التعرض للشمس، بس عندنا المساحة السطحية هذه، هاي المساحة السطحية كلها اللي ده تتعرض لأشعة الشمس. أشعة الشمس بها طاقة، طاقة عالية، طاقة أعلى من طاقة الهاد، هاي الطاقة راح تنتقل لجزيئات المياه اللي هي جزيئات الـ H2O. حسب ما أتذكر جزيئات الـ H و2O، عفوا 2H و1O، هاي الجزيئة راح تمتلك طاقة راح تخليها تتحرر من مكانها، يعني عندها الطاقة الكافية أن تهرب من المكان اللي هي به. هاي الطاقة أكبر من الطاقة اللي تخليها تتماسك. هي شلون إحنا متماسك الجزيئات بيناتهن؟ طاقة جذب وطاقة تماسك، عفوا قدرة تماسك، جزيئة لازمة بجزيئة، من نعطيها طاقة أعلى من طاقة الجذب ما بيناتهن تقدر تتحرر الجزيئة وتتبخر. فإحنا أصلاً الساحات وغيرها دي يتبخر المياه بدرجة حرارة أقل، المي ما دي يوصل 100، المي بالزايد دي يوصل 40 ممكن بأيام الحار، 37، 30 أصلاً ممكن، ويتبخر المي طبعاً بس بوقت أقل. كل ما نعطي طاقة أعلى كل ما يتبخر المي أسرع، كل ما نعطي طاقة أعلى كل ما يتبخر المي أسرع. فمن وصل درجة 100
هاي نقطة غليان، نقطة غليان. هنا أنا أعظم طاقة ممكن نعطيها يتحملها هذا المحلول اللي هو السائل، ويبدي يتبخر. أكثر من عندها ما نقدر نعطيه حرارة، أكثر من المية ما راح يحمل، فهاي نقطة الغليان. فهو الصراحة المي يتبخر درجة حرارة 100. زين هسه احنا من كنا دا نحكي على الفلاسك، هذا فلاسك تعبان، هذا الفلاسك خلينا نشوف غيره. نرجع على هذا الفلاسك، هذا الفلاسك لنفرض ب ماء زائد كحول، واريد نقطرهن، المي 100 والكحول حسب ما اتذكر كان 78 نقطة غليانة. بس احنا بمجرد ان الحرارة تصير 50 المي يبدي يتبخر ايضا، خلي المي باللون الاحمر والكحول باللون الازرق، المي يبدي يتبخر طبعا بنسبة اقل من نسبة الكحول، بس اثنيناتهم دي يتبخرن. حتى لو احنا وصلنا هنا حرارة وقت، حتى لو احنا وصلنا لل 78 وثبتت درجة الحرارة ايضا دي يتبخر. المفروض افتراضا مثاليا درجة الحرارة توصل 78 وتستقر لحد ما يتبخر كل الكحول، بعدها تصعد للمية ويبدأ يتبخر المي. هذا المثالي. وهنا بالحالة العادية شو يسوون؟ يخلون أولا الكحول يتبخر، يجمعوه هنا، وراها يغيرون الفلاسك، يغيرون هذا يشيلوه يجيبون جرة ثانية، ينتظرون لحد ما تصعد حرارة 100 ويتبخر المي ونجمعه هنا. هاي الحالة المثالية. بس بالملاحظة اكتشفوا انه هذا الشيء غير واقعي. من درجات الغليان متقاربة ما بين الماء والكحول، اي هذا الجراف يكون بهالشكل، هذا الجراف يكون بهالشكل اقل حدة. ليش؟ معناته هنا المي والكحول اثنيناتهم دا يتبخرن، مو بس الكحول، فالحرارة دا تصعد. هذا الشيء شلون تجاوزوه؟ تجاوزوه بطريقة اسمها التقطير الجزيئي. التقطير الجزيئي، التقطير الجزيئي هي التقنية الأحدث اللي يستخدموها بتقطير النفط وتقطير الكحول وإلى آخره. التقطير الجزيئي نفس الأنبوبة اللي ذكرناها هناك، هاي الأنبوبة خلوها ببالكم، هاي الكوندنسنج اللي يمر بها البخار. نفس هاي الأنبوبة يبدلوها بأنبوبة ثانية يسموها فراكشنال تيوبينج. هاي الفراكشنال ايش تشوفون بداخلها هسه؟ شنو هذا؟ من يعرف شنو ذني؟ ماي بعد بلاستيك ذني؟ بلاستيك بعد ثلج؟ ثلج؟ لطيف خوش فكرة والله. بعد هذه كرات زجاجية، كل شيء ما بيها، مجرد كرة زجاجية، كرات صغار زجاجية. شنو وظيفتها؟ احنا عندنا دا يصعد بخار مي وبخار كحول. خلينا نرسمها للأخير. هذا الكحول وهذا المي. اللي تسويه هاي الكرات تعرقل صعود البخار، تعرقل صعود البخار. فهنا البخار ده يطلع بدرجة حرارة 80، هنا ده يوصل البخار حرارته 70، تمام؟ تعرقله، من تعرقله يبرد. يعني احنا وذني اغلبهن الطاقه دا تنتقل من البخار للكره للكره الزجاجيه، والكره الزجاجيه دا تبث حراره دا تشعها عبر الانبوب، فطاقه دا تتبدد، الطاقه دا تتبدد، فدا تنخفض حراره البخار. اللي حيصير هنا حيبدي المي يتكثف،
لأن المي نقطة غليانة أعلى، المي نقطة غليانة أعلى يحتاج طاقة أكبر، وإحنا دا نسحب الطاقة من عنده فدا يبدي ينخفض، راح يرجع يتكثف، يرجع على شكل قطرات مي تنزل إلى الفلاسك الأساسي اللي إحنا دا نبخر من عنده. بينما الكحول، الكحول هي أصلاً نقطة غليانة قريبة من 70، فهو دا يبقى بطاقته، دا يبقى محتفظ بالطاقة الكافية إلى للتبخر، وده يصعد يروح للمكان مال التكثيف ويرجع للفلاسك. احنا بهاي الطريقة، هاي طريقة الفراكشنال، مجرد ان نأخر ونبطئ الصعود البخار، او الصراحة نخلي ليفلات للتبخير. اكو عدة اشكال من تيوبات الفراكشن، يعني اشكال لها اول مالها اخر. فإذا نجي خلينا نشوف هيك فد صور مال فراكشن، فراكشن ديستيليشن تيوب. بلكي نلقي فد صور. هذا نفس الشيء، احنا انا دي يتبخر عندنا، دي يصعد البخار، احنا انا انابيب ملتويه من الداخل، يعني البخار يقوم هيك يفتر، ما يصعد عدل، لا يخلوه يفتر بطرق متعرجه. هاي الطرق المتعرجه راح تضمن انه وقت اطول وتبدد طاقه اكثر، مثل ما تشوفون راح يرجع لنا المي اللي احنا كنا يتبخر ويا الكحول، وراح يبقى لنا فقط كحول بالمحصلة النهائية. بالطريقة الأولى اللي هي كانت السمبل فراكشن، عفوا السمبل ديستيليشن، بالسمبل ديستيليشن ممكن نحصل كحول زائد ماء بنسبة عالية، مثلا نحصل كحول 30% وماء 70%. بطريقة الفراكشن ممكن نحصل كحول أعلى بنسبة 60% وماء بنسبة 40%، وحتى أعلى إذا نكرر العملية، إذا نعيد العملية نحصل نقاوة أعلى لحد ما نوصل للكحول الطبي اللي هو تقريبا 99%. بس أكو طرق ثانية، أكو عفوا أنابيب أو أعمدة تبخير ثانية إلها طريقة أفضل من هالشي. هذا الطريقة هاي المستخدمة بالنفط، هذا هنا برج تقطير كرود أويل اللي هو النفط الخام. هذا النفط الخام باللون الجوزي هنا يدخل على أفران، هاي تشوفوها الأفران اللي يطلع من عندها الدخان بالتقطير، عفوا بالمصافي. هنا أنبوب النفط يدخل يحمى، تصعد درجة حرارته، يفوت هنا على شكل شبه بخار، يعني بخار على سائل حار مضغوط وإلى آخره. اللي حيصير هنا شنو؟ كل ما نصعد فوق كل ما تقل درجة الحرارة. هنا درجة الحرارة أكبر، عفوا 350 درجة الحرارة هنا، بينما درجة الحرارة هنا 25. البخار هذا مال النفط راح يبدي يتصاعد، كل ما يصعد كل ما يبرد، تتبدد الطاقة مالته. اللي راح يسووه يحطون انابيب تجميع، او عفوا اماكن تجميع. فهنا أنا مثلا هذا غاز اللي راح يصعد ودرجه حرارته واصله 25 سيليزي، يعني شبه بارد، هذا هو الغاز الطبيعي، او عفوا غاز الطبخ، غاز الطبخ راح يصعد بشكل غاز. اللي راح يتكثف بدرجه حراره 25 الى 60، هنا أنا يحطون مكثفات، مكثفات، مو يبدي يتكثف هذا البخار الصعد، يبدي ينزل هنا ويجمعوه يطلعون غازولين اللي هو البنزين. هنا عندنا مكثفات ثانية، البخار اللي صعد ودرجة حرارتها حاليا من 60 إلى 180 يبدي يتكثف هنا ويطلع على شكل نفط. النفط هي مادة كيميائية يستخدموها. هنا وكذلك بارافين، وقود طائرات، وقود الديزل،
وقود السفن، زيت السيارات، زيت اللابريكيشن اويل اللي هو مال السيارات مال المكائن، وهنا يطلع البيتيومين اللي هو الاسفلت. هنا يطلع بيتيومين اللي هو الاسفلت، هذا برج تقطير. هنا اللي يصير عندنا انه البخار خليناه يمر بمراحل اكثر، خليناه يبرد خلال صعوده للاعلى ويتكثف. في كل نقطة يتكثف بها ينتج لنا مادة مختلفة. لأن الصراحة هاي المواد كلها موجودة بالكرود أويل، بالنفط الخام. فإحنا مجرد بس نفصلهن، نبخره، نفصلهن ونجمعهن بعدة نقاط. واضحة فكرة الـ fractional distillation والـ simple distillation؟ أكو أحد عنده سؤال أو استفسار؟ واضح. زين، راح أسأل هسه سؤال عن خارج المحاضرة طبعاً. شنو الشيء اللي دا تلاحظوه من استخدامات النفط؟ السؤال هذا خارج المحاضرة بس راح أسأل كم طالب. من يا ناحية أستاذ يعني؟ هسه هاي استخدامات النفط، أكفت شيء غريب على يعني دا تشوفه أنه من استخدامات النفط، فشي أنت كنت تتوقع النفط يستخدم بيها بس دا تشوف أنه ما دا يستخدم. بالصوبات موجود النفط هذا يستخدموه بالصوبات. انت تقصد يعني الشيء المشترك بيناتهم؟ اي كلها محروقات حرق. كلها محروقات. اكو عندنا مرتضى موجود؟ مرتضى ما موجود. طيب، اكو نقطة جدا مهمة الكل ما حد ينتبه لها. شنو الخطر الأكبر على النفط العراقي حاليا؟ احنا الاغلبيه تقول النفط العراقي راح بعد ما حد يستخدمه، لان احنا اغلبنا نتجه للطاقه النظيفه اغلب دول العالم، مو صحيح دكتور؟ الطاقه يستخدم. طيب، هل اكبر خطر على النفط العراقي هو الطاقه النظيفه ام السيارات الكهربائيه؟ السيارات الكهربائيه طبعا. ليش؟ لان احنا الدول نصدرها على مود شو اسمه، احنا راح ننقي نفط، اي وال يعني هو المستهلك الاكبر النفط هي السيارات تقريبا. السيارات، هذا اللي ردتكم تعرفوه من خلال هاي الصوره. استخدامات النفط نادره بتوليد الطاقه، يعني ما حد يستخدم نفط بتوليد الطاقه عدا العراق طبعا، يعني عدا ال حاليا ما اريد احكي عدا العراق والنظام الحاكم يستخدم النفط الاسود بتوليد الطاقه. دول العالم ما تستخدم النفط بتوليد الطاقه، تستخدم الغاز، ومو هذا الغاز، الغاز اللي يطلع من حقول الغاز، هذا الغاز المصاحب، يعني اكثر غاز طبخ وليس غاز توليد طاقه. فاللي نشوفه هنا انه اكبر مهدد للنفط العراقي هو زيادة استخدام السيارات الكهربائية وليست الطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية اللي هي السولار سيل ما تأثر على استهلاك العالمي للنفط، لأن دول العالم تستخدم غاز في توليد الطاقة، وتستخدم طبعا النيوكليير يعني الطاقة النووية وفحم. الفحم أكبر مصدر للطاقة الكهربائية بالعالم، الفحم ومن بعد الغاز. احنا أكبر. احنا الغاز أكيد يحرقوا يعني الربع. فالفحم والغاز هي أكبر مصدرين للطاقة الكهربائية بالعالم، وبعدها تجي باقي الشغلات. النفط من الطاقة العالمية أعتقد 1%، فحتى لو العالم كله حول على الطاقة النظيفة استهلاك النفط ما راح يتأثر.
استهلاك النفط راح يتأثر فقط لو كنا لو كل العالم تحول للسيارات الكهربائية والطائرات الكهربائية والباصات الكهربائية والسفن الكهربائية، وطبعا الغاز مال الطبخ إذا تحول، يعني أغلب البيوت قامت تستعمل طباخات كهربائية أيضا راح يأثر. واضحة الفكرة؟ يعني كانت معلومة هيك خارج المادة، فنرجع للمحاضرة مالتنا. نرجع هسه انتم، المهم الفكرة كلها واضحة عندكم، فراح نقرأ الملزمة، راح تكون كل طرق التقطير وطريقة التقطير وأدواتها واضحة بالنسبة لكم. فالديستيليشن هي عملية فصل، separation process، عملية فصل تتضمن تسخين سائل إلى نقطة الغليان، ومن ثم نقل البخار إلى مكان آخر، نكثف هذا البخار ونجمع كقطرات في كونتينر ثاني. هذا تعريفها. هذه التقنية هي واحدة من أكثر this technique is one of the most useful for separating a mixture of liquids when the components have different boiling points. هنا نقول هاي التقنية هي الأكثر استخداما في فصل السوائل لما تكون نقاط غليانهن مختلفة، مثل الماء والملح نقاط غليانهن مختلفة، فهي جدا فائدتها عظيمة في فصل هذا المادتين، وهي مهمة جدا، وهي أساس عملية فصل النفط الخام إلى مكوناته المتعددة. كيميائيا الديستيليشن is the principal method for purifying liquid. هي كيميائيا هي الطريقة الأساسية لفصل المكونات، عينات، محاليل، عفوا تفاعلات وإلى آخره. غالبا كل مختبرات الكيمياء تلقون بها جهاز تقطير مياه شغال تقريبا على مدار الساعة، يقطر لهم مي نقي يستخدموه بالتفاعلات ويستخدموه بالمواد الكيميائية الثانية. Successful distillation depends on several factors. نجاح عملية التقطير يعتمد على عدة عوامل، including the difference in boiling points، مدى الفرق ما بين نقطة الغليان ما بين المادتين اللي دريتها، 100 إلى 1400 أو 100 إلى 80. هذا الفرق هو يحدد لنا نجاح عملية التقطير. And therefore the difference in their vapor pressures in their vapors pressure، وراح يسوي لنا اختلاف بعملية ضغط البخار اللي راح ينتج من كل وحدة. The type of apparatus used، نوع المواد المستخدمة، نوع المواد المستخدمة، هل استخدمنا مواد جيدة، هل استخدمنا بلاستيك، استخدمنا زجاج وإلى آخره. And the care exercised by the experimentals، هل ايش قد احنا اعطيناها عناية لعملية التقطير هاي، هل احنا انتبهنا على الحرارة، احنا انتبهنا انه ماكو ليك للبخار وإلى آخره. اكو نقطة مهمة، عمليات التبخير او عمليات التقطير الكيميائية، ما دا احكي على تقطير المياه بالعادي بالحالة العادية، من عندنا فلاسك، خلينا شوي نسوي زومن، من عندنا فلاسك، هاي المنظومة تكون محكمة الأغلاق. تشوفون هنا هاي في اللين محكمة الأغلاق، هنا هاي مو تغلق one way، لا هاي تمنع تسرب البخار، أيضا حاصرة تمنع تسرب البخار أيضا هنا وهنا، عدا هاي الوحيدة اللي تمنع البخار أن يطلع أصلا. هاي المنظومة كلها يفرغوها من الهواء، ليش بدنا نفرغ منظومة التبخير ونسوي بيها فاكيوم؟ على مود ما يصير ضغط، على مود ما يصير ضغط، على عادل حسين فيصل يقول على مود شنو حسين؟ اللي هو راح يبخر لنا
إذا موجود هواء أيه. والغاز يعني يرجع سائل. يرجع سائل. صباح حافظ. صباح حافظ. صباح حافظ تسمعيني؟ صباح حافظ. يعني شنو ما اقدر؟ ها اوكي ما تقدرين تفتحين مايك. صباح حافظ جاوبي بالمسجات. ليش في عملية التقطير نسوي فاكيوم بداخل الأنابيب؟ بالمستشفى. اوكي خلينا نترك صبا حاليا بالمستشفى. نشوف ان جعفر حسن. جعفر حسن علي. نعم دكتور. اي جعفر، ليش بعمليه التقطير نسوي فاكيوم للانابيب؟ دكتور ما اعرف، انت فتت المحاضره اللي كان عندي نت. توك فتت المحاضره. اوكي جعفر. حنين علي حسين. حوراء باسم حبيب طلعت. حنين علي حسين. حنين ليش بالتقطير نسوي فاكيوم داخل الأنابيب؟ والله ما أدري. أوكي من يتذكر جهاز الأوتوكليف؟ زهراء يوسف عبد الجواد. نعم دكتور. زهراء تذكرين جهاز الأوتوكليف؟ لا ما أذكر. ليش زهراء ما تتذكرين؟ يعني صار فترة من أخذنا. زين عندك جدر ضغط زهراء؟ اي عندي. تذكرين انه الاوتوكليف هو نفس جدر الضغط؟ اي اتذكر. زين تذكرين ايش قد درجة غليان المي العادية؟ 100. ايش قد درجة غليان المي بداخل جدر الضغط؟ اوكي شكرا. شكرا زهراء. سجاد علي رحيم. نعم دكتور. اي سجاد، ليش نسوي فاكيوم داخل انابيب التقطير؟ عندك فكره؟ يعني هو مو سؤال سؤال عن فكره، عندك فكره ليش نسوي فاكيوم داخل انابيب التقطير؟ لا دكتور. زين تذكر درجة غليان الماء بداخل جهاز الأوتوكليف أو بجدر الضغط؟ دكتور أعتقد يعبر 100. إيه يعبر 100. شقد تذكر؟ ما أتذكر بالضبط. أي زينة شقد؟ 130. 130 134. شكرا لك زينة. درجة غليان الماء بداخل جدر الضغط او عفوا بداخل الاوتوكليف ان كانت نفس الفكرة 130 134، بينما درجة غليان الماء العادي 100. ليش؟ شلون صعدنا درجة غليان الماء؟ بسبب الضغط، زيادة الضغط. شكرا شكرا دكتور محمد. الضغط، زيادة الضغط، من زيادنا الضغط ازدادت درجة الغليان. زين هسه ليش نسوي فاكيوم بداخل انابيب التقطير؟ دكتور حتى نتحكم بالمياه. حتى نتحكم بشنو؟ حتى نحرق حرارة. لا هسه احنا قلنا من نزيد الضغط تزداد درجة الغليان. زين من نقلل الضغط؟ تقل درجة الغليان. تقل نقطة الغليان. من اللي محمد؟ زيد. زيد شكرا لك زيد. تقل نقطة الغليان، هاي يعني ملاحظة شبه بديهية انه احنا عندنا كان جذر الضغط، هذا جذر الضغط، نقطة الغليان 100 سيليزي، احنا حاكمين جذر الضغط، البخار ما يطلع، البخار يرد يسبب ضغط على المي
هذا البخار راح يخلي نقطة الغليان تصعد لحد ما توصل 134. يلا نسمح للبخار أن يطلع من الجدر، حينها درجة الغليان راح تبقى 134، راح نحصل حرارة أعلى. بالتقطير الموضوع يختلف. بالتقطير لو فرضا هذا الأنابيب التقطير، نفرضها بهالشكل، هذا المعنجر أنابيب التقطير، لو كان عندنا هنا مي، عفوا هواء ضغط بخار يعني هواء عادي، وبدينا احنا نبخر المحلول مالتنا، كان غير اللون، وبدينا احنا نبخر المحلول مالتنا، وهاي الدورة كلها تقريبا مغلقة، اللي حيصير عندنا الضغط حيزداد. من الضغط حيزداد، احنا هذا مثلا كحول ده نبخره بدرجة حرارة 78، من حيبدأ الضغط يزداد حتصعد نقطة غليان الكحول، حيصير 80، والمي كذلك حيصير 110 مثلا. فاحنا ده نصعد نقطة الغليان، ده نحتاج طاقة أعلى حتى نسوي عملية الفصل. فأول شيء نستفاد بتفريغ الضغط، هنا أنا زيرو برشر، أول شيء راح نستفاد من نفرغ الضغط أنه نقطة الغليان راح تنخفض، بدل ما كانت 80 راح تصير 70، راح نحتاج طاقة أقل لتبخير الكحول أو لتبخير المواد، وبالتالي راح يتبخر السائل بشكل أسرع، راح نكسب وقت، راح نكسب طاقة، راح نستفاد أنه ماكو ميكستشر هنا بخار مي وإلى آخره يغير لنا من نقاوة المحلول اللي دن قطره. فهواي فوائد بيها عملية الفاكيوم، بس هل هي إلزامية في كل الأدوات؟ لا، بس بالمواد اللي تحتاج نقاوة وإلى آخره. رجع هنا. Distillation of pure liquid. Pure liquid has a constant boiling point as long as liquid and vapor are in equilibrium. السائل النقي عند نقطة غليان ثابتة ما دام المي والبخار في حالة توازن. احنا هنا بالمي العادي، هنا عندنا مي وهنا عندنا بخار المي، ثلاثة في حالة توازن. لما نقبغ الموضوع ونخلي حالة التوازن تختل، نقطة الغليان تصعد. As the temperature rises, the vapor pressure increases. As the vapor expands, it passes out of the heated portion of the apparatus until it comes out to contact with the cold surface of the water cooled condensed. When the vapor is cooled, it condensed and passes down the condenser into the receiver. هذا ده يشرح هاي العملية. ليش راح هاي العملية؟ إنه إحنا هنا عندنا سائل دي يتبخر، البخار دي يصير بيضغط، دي يتجه يريد يطلع من الأنبوبة، هنا أنا راح يتكثف، راح يبرد، راح ينزل على شكل قطرات. هاي العملية كلها انشرحت بهاي الموضوع بهذا الشابتر، عفواً هذا الباراجراف. How does distillation works؟ شلون مبدأ عمله؟ Distillation works by exploiting the different boiling temperature of liquids to separate two or more liquids by distillation. You first heat them إلى آخره. هنا أنا يقول لك حميهم، سخن المي داير مدايرهم. السائل القلق مثلا اللي نقطة غليانه أقل بالعادة راح يتبخر أولا، راح يتكثف، راح يتجمع بنقطة التجمع، نغير نقطة التجمع ونبخر السائل الثاني اللي نقطة غليانه أعلى، ونرد نكثفه ونحصل على محلولين نقيات مفصولات عن بعض. هذه الحالة المثالية. السمبل ديستيليشن شرحناه، هذا السيت اب مالته، هنا هيتر او حرارة، هنا بويلنج ستونز حجر غليان، احجار تذكرون شو فائدة الاحجار بهيك شغلات مال غليان؟ من يتذكرها؟
ذكرنا القهوة والرمل، شلون يحضرون القهوة على الرمل، تمتص الحرارة؟ نعم تمتص الحرارة؟ تحتفظ بالحرارة لفترة أطول وتسوي تجانس بالحرارة. بعض الأحيان هذا الفلاسك يحطوه داخل حوض رمل، صاير بهالشكل هذا الحوض، بمقعر الحوض مليان رمل، حتى الحرارة تجي من كل الجهات على المحلول مو بس من الأسفل. راح يسخن الرمل، راح يسخن الرمل، راح يبدي يسخن لنا المحلول من كل الجهات حتى يكون الحرارة متجانسة على الفلاسك. هنا عندنا مي مالح سي ووتر ماء بحر، فلاسك هذا الدورق، ترايبود ستاند هنا هذا الستاند الثلاثي، ثيرموميتر محرار هنا هذا قفل يمنع خروج البخار، البخار راح يتجه بهالاتجاه هذا، هذا الكوندنسينج او الكوندنسر المكثفه، حامل يعني ستاند يحمل الانبوبه، مي بارد يدخل من الاسفل يخرج من الاعلى، وهنا المجمعة، هنا نجمع المي اللي ينزل، خشب حتى بس نقعد عليه الأنبوبة، عفوا الفلاسك الثاني أو الدورق الثاني اللي راح نجمع به. هذا simple distillation. fractional distillation اللي هو تونا شرحناه. The fractional distillation هو essentially the same as simple distillation except that a fractioning column, أنبوب fractioning, is placed between the boiling flask and the condenser. هذا ال fractioning column مليان جزيئات زجاجية أو بلاستيكية، هاي الحبيبات أو هاي الجزيئات راح تخلينا الطاقة تتبدد، راح تخلينا السائل الأكثر نقطة غليان يتكثف وينزل، والسائل الأقل نقطة غليان يظل ببخارة ويصعد والآخرين. هنا هذا كله دي يقول أنه السائل يبدي يتبخر وإلى آخره ويتكثف، عفوا يبدي يتكثف يتبخر يريد يتكثف وينزل إلى الأسفل. السائل الأكثر volatile يعني قلق، أو السائل القلق اللي هو يتبخر بسرعة مثل الكحول يسموه سائل قلق لأنه يتبخر أسرع، راح يصعد للأعلى، بينما السائل اللي نقطة غليانه أقل راح يبقى بالأسفل ويعطينا فصل أفضل للسوائل. كل ما تحط أنابيب فراكشنينج أكثر، كل ما تحط حبيبات أكثر، كل ما تحصل فصل أفضل نظريا. بس كل ما تحط أنا هنا فراكشنينج أكثر، كل ما تحط حبيبات أكثر، كل هاي عفوا هاي الحبيبات طبعا، هذا السيمبل، هذا الفراكشنال أو الفراكشنينج. هنا أنا كل ما تحط حبيبات أكثر كل ما عملية الفصل راح تأخذ وقت أطول، راح نحتاج وقت أطول للفصل وراح نحتاج طاقة أعلى، حرارة وطاقة أعلى. The longer the distillation will take and the more energy required to keep evaporating liquid in the fractioning column. This is more of concern in industrial distillation than in academic lab where energy cost is not a major cause for worry. يقول لك هاي الطريقة مو محببة صناعيا لأن تستهلك وقت وطاقة، بينما أكاديميا ومختبريا ما عندنا مشكلة بها لأن احنا الطاقة ما نحسب لها حساب بالبحوث الأكاديمية والتحليلات الكيميائية، نحتاج مجرد دريد نفصل ونفض الموضوع. بالاندستريال لا، يحسبون حساب الطاقة معناتها فلوس، الفلوس معناتها ربح وخسارة، فما مستعدين يخسرون فلوس على مود
تاخذ وقت اطول. اختيارنا للسمبل لو اختيارنا للفراكشنال ذكرناه بعدة نقاط، انه هل نقطة الغليان فرقها كبير، فيقول لك هنا نقطة الغليان لازم تكون اكبر من 70، يعني الفرق اكبر من 70. عندنا محلول يغلي بحرارة 70، لازم المحلول الثاني يغلي ب 170 حتى نحصل السمبل ديستيليشن بشكل افضل. اقل من 70 راح نستخدم الفراكشنال حتى نحصل فصل افضل. هنا هذه مقارنه بسيطه بين السمبل والفراكشنال، ادفانتجز ديس ادفانتجز، الافضل استخداما وين. فهنا يقول لك الفوائد مال السمبل ديستيليشن والفراكشنال ديستيليشن، اسهل سمبل سيت اب، سمبلر سيت اب يعني اقل غرض فهو اسهل بالتركيب، فاستر ديستيليشن تايم تقطير اسرع ويستهلك طاقه اقل من الفراكشنال. الفراكشنال فصل افضل، احنا بدنا نحكي على المميزات، ينقي بشكل افضل، ينقي بشكل افضل. disadvantages requires the liquid to have large boiling point difference، يحتاج انه يكون فرق الحراره 70 درجه غليان ما بين المحلول الاول والمحلول الثاني، يعطي فصل أسوأ من الفراكشنال ديستيليشن، يعمل بشكل أفضل على المحاليل النقية فقط. هنا المعقد أكثر، يأخذ وقت أطول من المساوئ مالته، ويستهلك طاقة أكثر. أفضل استخدامات السمبل والفراكشنال، السمبل لفصل السوائل قلنا اللي نقطة غليانها عالية واللي بيها شغلات صلبة، يعني مثلاً مي وطين، الطين صلب راح نبخر المي ان نحصل مي نقي، مي وحبيبات غير مذابه بداخله، هذا كلش بسيط راسا، بس نبخره راح نحصل مي نقي اللي بيه جزيئات صلبه. طبعا احنا اذا نبخر ايضا مي البحر ودنا نحصل على مي نقي، لانه قلنا نقطه غليان الملح عاليه جدا. أفضل استخدام للفراكشنال هو لما عندنا مكونات معقدة وفرق الغليان ما بيناتهم قليل. هاي المقارنة مهمة ولطيفة وتختصر هواي حكي. هنا أنا شلون نركبه، شلون تشد يعني تركب عملية الفراكشنال ديستيليشن، يقول لك لازم نبدي نحصل على فلاسك بحجم جيد مدور، نخليه على هيتر ونجيب الريسيفنج فلاسك. زين الفلاسك لازم يكون مليان ثلثين، ما يكون مليان للاخير حتى نسمح شويه بالتوخر. نستخدم سبورت او فتشي نحمل به الادوات. كلامبينج وإلى آخره، هاي تشيك المفاصل، انتبه على انه ماكو تبخير، انتبه انه ماكو ليك وإلى آخره. هنا أنا أقول لك اتذكر مرة ثانية انه لازم الفلاسك ما يكون مليان، لازم حجر غليان يكون موجود حتى نقل الحرارة وتوزيع الحرارة يكون متساوي وتحتفظ بالحرارة لفترة أطول وإلى آخره. هنا نقول حتى لا يصير عندنا إذا ماكو حجر راح نحصل على حرارة جدا عالية وراح يصير السائل سوبر هيتد، يعني مسخن بشكل أكثر من اللازم، والبخار يطلع بشكل انفجاري، شلون الغليان اللي صار عندنا بالمي من تطلع فقاعات مال البخار بشكل قوي والى اخره. يقول لك في بعض الاحيان هاي الفقاعات والحراره الزائده راح تسبب لنا مشاكل داخل المنظومه هذه. عفوا لا تخلي الحجر الحار بداخل السائل إلى آخره.
ايش تعليمات كلها ما لها علاقة بها. لهنا انا المفروض تنتهي محاضرتنا، لهنا أنا تنتهي محاضرتنا. الطالبة طلعت لأنها ضعيفة يمهم لا تقدر ترجع، إيه لأن نسد الحضور. ما عندنا بعد شيء، العملي هو ما بي مكونات يعني غير المكونات اللي شرحناها، وما بي صيانة لأنه هو أغلبها أنابيب زجاجية، بس تتأكد أنه الأنبوب الزجاجي ما بي كسر ما بي فطر، العوازل مالتك شغالة تمام ما بيها مشكلة، مصدر الحرارة مالتك شغال، إذا ما عندنا مشكلة صراحة. هو مو جهاز طبي حتى نركز عليه، جهاز مختبري. لهنا ما عندنا، انتهت محاضرتنا. اللي عنده سؤال او استفسار على المحاضرة قبل لا انهي التسجيل. الله يكرمك. ننهي تسجيل المحاضرة.